وما زلنا في مهرجان اسكندرية على الريد كاربت والمكرمين، وطبعا السنة دي المهرجان ليه مذاق مختلف، نجوم ومبدعين بيتكرموا في المهرجان. مخرجنا الكبير الأستاذ محمد راضي اللي هو من عشاق مهرجان اسكندرية، ويمكن أستاذ محمد أنا دايما بشوفه في مهرجان اسكندرية، وكنا دايما نلتقي في مهرجان اسكندرية واتعرض له أعمال دخلت في مهرجان اسكندرية، ولكن النهاردة المذاق مختلف. المشوار كله النهاردة بيتلخص في تكريم وحب من أهل اسكندرية. منورنا، بقولك ألف الله يبارك فيك، متشكر جدا. انت مريت في المهرجان ده بكل حاجة فيه، أحلاهم يعني هو في حصلت المشوار ده كله، التتويج التكريم اللي بيعملوه لكل الفنانين في جميع المجالات، ده تتويج لمسيرة الفن والإبداع بالنسبة لهم، وده دور بيبقى يعني بيخليهم دفعة، يديلهم دفعة كبيرة جدا إلى كثير من الإبداع، وهذا طبعا شيء مهم جدا بالنسبة للفن السينمائي اللي هو في النهاية بيعبر عن حصيلة الثقافة في مصر في فترة من الفترات. يعني طبعا يمكن المهرجان ده كان اجمل حاجة فيه ان كنا بنيجي نحضر في كواليس، وطبعا تفتكر كان 5 7 8 افلام مصرية، ونقعد نحضر الندوات والخناقات والمشادات، وكنا بنجتمع، ويمكن كان الفيلم اللي يدخل مهرجان اسكندرية بيتعمل له دعاية كبيرة وبيحقق نسبة مشاهدة عالية من كتر ما كان التجمع كبير. دلوقتي مش لاقيين فيلم مصري يشارك في مهرجان اسكندرية، انت بخبرتك السينمائية الكبيرة شايف ده ضرر لمهرجاناتنا الفترة اللي جاية؟ ازاي نلحق الكارثة اللي احنا فيها؟ طبعا ده شيء مهم جدا الكلام اللي قلتيه ده، وفعلا احنا يعني السينما في حالة انهيار في هذه الفترة، والموضوعات اللي تتناولها الافلام كلها يعني شيء ما بيهمش الجمهور او بيهمش الشعب المصري، وطبعا التيار القومي في السينما بعد او تباعد تماما بسبب هذه الاعمال التي لا تقدم اي شيء يفيد الجمهور. طبعا الواحد يعني بيتمنى ويأمل ان تنطلق السينما مرة اخرى في اتجاه سليم زي ما كانت، وكانت دائما هي في اوائل من اوائل الافلام التي تقدم في العالم وتشترك في جميع مهرجانات العالم، وطبعا كان كل ده بيعطينا دفعة عظيمة جدا ان احنا نجود في الاعمال بشكل مستديم. ايه اجمل حاجة في مشوار؟ هي رحلة، طبعا رحلة الفن دي رحلة جميلة جدا. الواحد تعمل ماستر سين لاجمل حتة كده تطلعها تبرزها النهاردة. اجمل حتة ان اشوف الشعب المصري ده كله يعني كله بيعشق السينما، ويتمنى ان يرى الفن السينمائي في اوج عظمته بالنسبه للعالم ويحقق نجاحات كبيره جدا. انا بشكر حضرتك وبقول لك الف مبروك، سعداء بتكريمك النهارده، سعداء بمشوارك الفني المشرف، افلامك المهمه اللي موجوده في ذاكره السينما المصريه والعربيه، وبتمنى لك كل الحب وكل اشكرك جدا والى اللقاء.